تتواصل مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم الانطلاقات شوط يتلوه الآخر، وانطلق في هذه الأثناء شوطنا العاشر. هذا هو الشوط العاشر الخاص بفئة الحقائق القعدان، وأتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين. إذن انطلق هذا الشوط وانطلقت هذه الشعارات الكثيرة التي حضرت للمشاركة في هذا الشوط. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول مباشرة، المركز الأول غازي لعوض بن مهنا النوبي المحرمي، على المركز الأول يليه على المركز الثاني شاهين محمد بن أحمد بن خليفة بن شرباك المنصوري. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن يتقدم شاهين لمحمد بن عبيد بن راشد العلي. على المركز الثالث دور المركز الرابع، شاهين لمحمد بن عبيد بن راشد آل فهد المري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس المتقدم من الجانب الآخر الطاير لمبارك بن حمد بن سالم النابت المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، ونشارف على أول كيلومتر ينقضي من هذه المسافة، وما زالت مقدمة الشوط والمركز الأول مع غازي من غزا مقدمة الشوط بهذا الانطلاق القوي. على المركز الأول لعوض بن مهنا النوبي بن قرامش المحرمي، على المركز الأول يليه شاهين لمحمد بن عبيد بن راشد العلي. المركز الثالث يتقدم غازي أيضا لعبد الله بن عبيد بن علي الدرعي اللي يتسلل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الرابع دخول وتسلل وتقدم من قبل وضاح سليمان بن سلامة بن سليمان الفايد الجهني اللي يتسلل بدوره إلى المركز الثالث في هذه اللحظة. المركز الرابع أيضا وصول من الطاغي غانم بن سعيد بن خيله العامري اللي انتقل بدوره إلى المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم من قبل المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء يتقدم فيه ويتسلل شاهين لصالح بن راشد بن محمد بن خريدة المنصوري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، وهناك أعداد هائلة خلف النداء كما نشاهد على الكادر التحتاني من الشعارات الحاضرة في هذا المهرجان. الله يوفق الجميع، نتمنى لهم التوفيق جميعا. إقبال جماهيري على هذا المهرجان، حضور في هذا الختام منقطع النظير. نعود إلى مقدمة الشوط، من يحمل الرقم 90 ويسيطر على المركز الأول، يا سلام. هذا هو مشاهدينا الأعزاء غازي عبد الله بن عبيد بن علي بن ناصر الدرعي، أحد ممثلين أبناء القوع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ممثل أبناء القوع على المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن يتقدم بدوره ويتحرك غازي عوض بن مهنا النوبي بن قرامش الحرمي، بينما المركز الثالث يتواصل فيه شاهين. على المركز الثالث تعود ملكية شاهين لصالح بن راشد بن خريدة المنصوري، ودخول وتسلل مياس، وصلت سلالة مياس تصل على المركز الثالث، يصل هنا لطالب بن محمد بن طالب آل فهيده المري. المركز الرابع الطاغي لغانم بن سعيد بن خيله العامري، وعلى المركز الخامس شعار بن رويشد الجهني ودخول عليه وتسلل من قبل شاهين لمحمد بن عبيد بن راشد آل فهيده، وأيضا تسلل تسللات هائلة مشاهدينا الأعزاء، وأيضا تدافع للدخول إلى عالم النداء. شايم وصل شايم حمد بن صالح بن حمد بن محمد بن لحول على المركز الخامس في هذه اللحظات. نعود إلى مقدمة الشوط، غازي 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 كان في المركز الأول وتراجع في المركز الثاني كتكتيك وكاستراحة محارب ليعاود مع الكيلو متر الأخير. يا مضمرين يا جماهير، الكيلو متر الأخير في هذا الشوط المكتظ بالأسماء بالشعارات بالأعداد، الفوز والنقطة
غالية في هذا المهرجان، النقطة غالية لكل المشاركين لكل المتواجدين. هذا هو على المركز الأول في هذه اللحظات غازي 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 هو الأقرب للفوز، ويصل في هذه اللحظات ويتقدم غازي أيضا الغزاة على المركزين الأول والثاني. غازي في المركز الثاني اللي انتقل إلى الأول لعبيد بن عبد الله بن عبيد بن علي الدرعي، وأيضا وصل في هذه اللحظات وانطلق مشاهدين الأعزاء مياس مياس مياس، ولكن من الجانب الآخر زعيم بدر بن رامس بن محمد الجحافي يتسلل في هذه اللحظات يحمل الرقم 94 وينطلق إلى المركز الأول. يوسولو شوف اللي وصل، وصل شعار بن رشيد الحنيش أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد، وأيضا من الجانب الآخر سرمد لعلي بن خليفة بن رشيد، ولكن الجحافي ولكن قفلها قفلها بن سلم. سلام يا الزعيم، سلام سلام لبدر بن رامس بن محمد الجحافي وأبناء السلطنة يحضرون في هذا اليوم، وسلام لمنجم السبق الأبيض وميدان الأبيض في سلطنة عمان الشقيقة. سلام يا الأبيض، سلام سلام يا الزعيم، سلام تهانينا والناموس لبدر بن رامس بن محمد الجحافي. ولكن دير بالك يا بوي، وصل الشامخ، وصل بن قنزول الجحافي وبن قنزول اللحظات الأخيرة. يا سلام بن قنزول، يا سلام، الله مصانع الجنوب يخطفون هذا الشوط ويقلب التوقعات. هذا هو تهانينا والناموس لمالك الشامخ سهيل بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري. تهانينا يا بن حمرور، وبالفعل لا أمانة في هذه الرياضة إلا بعد خط النهاية. تهانينا والناموس لمالك الشامخ سهيل بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري، بعد أن هنينا أهل ميدان الأبيض ينتقل السلام مباشرة إلى مصانع الجنوب وإلى منطقة الوقن. والسلام يا الوقن، سلام. المركز الثاني وصل في المركز الثاني الزعيم بعد أن كان قاب قوسين أودنا من اختطاف المركز الأول بدر بن رامس بن محمد الجحافي. المركز الثالث المركز الثالث وصل فيه الحنيش أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الرابع المركز الرابع سرمد لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي، بينما المركز الخامس المركز الخامس وصل فيه حداد لعلي بن حمد بن خويدم العامري. تهانينا وناموس لمالك الشامخ اللي أسعفها الحظ في آخر متر، ليس في آخر الأمتار بل في آخر متر من عمر هذا الشوط أتى الشامخ ليخطف المركز الأول. وأنت تريد وأنا أريد يا الجحافي، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. كان الجحافي وأهالي ميدان الأبيض أهنيناهم بالفوز وأرسلنا التهاني إلى أبناء سلطنة عمان. هذا هو كما نشاهد على شاشة التلفزيون الزعيم كان قاب قوسين يودنا من تحقيق المركز الأول، ولكن أتانا الشامخ من حيث لا نعلم. شوف التغيير في آخر متر من عمر هذا الشوط خطف المركز الأول. تهانينا وناموس على هذا الفوز المستحق. 6 دقائق 7 ثواني 97 جزء من الثانية. تهانينا لسهيل بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري. المركز الثاني وصل في المركز الثاني الزعيم 6 دقائق 8 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لبدر بن رامس بن محمد الجحافي، شوط مثير حقيقة. المركز الثالث المركز الثالث وصل فيه الحنيش 6 دقائق 8 ثواني 91 جزء من الثانية. تهانينا لأحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس لكل الفائزين. أيها الأعزاء تتواصل الأشواط، الشوط القادم سيكون الشوط 11 وزميلي مطلق بن علي العنزي سيتواصل معلقا على الشوط القادم.